محاولة قائمة للأمام موجودة موجودة وكرة ملعوبة خطيرة والتسديدة حاضرة. جول جول للجزائر، جول للجزائر. المنتخب الجزائري مراد مجني، مراد مجني، والجزائر الآن تتقدم. لاحظ الجماهير الجزائرية، الجزائر تتقدم. هذه اللعبة اللي سجل عنتر يحيى، عنتر يحيى المدافع المتقدم، المدافع الذي تقدم والمدافع الذي كان على موعد مع التاريخ. والسلام مباشرة لمجني، ترجع لكريم زياني، يرفع من هناك، هيلة من كريم زياني، صعبة، هيلة ممتازة، ولا لا يا بابا يا بابا، الله 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 الله، جول جول، الله أكبر، وأي هدف، يا سلام على عنتر يحيى، أجمل هدف في العالم، هذا هو أجمل هدف في العالم وأحلاه. هذا هو اللي يعطيكم القوة، هذا هو اللي يعطيكم الإرادة. أوه يا بابا بابا بابا، أوه بابا 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 بابا، أوه بابا بابا بابا، من أين لك كل هذا يا عنتر؟ من أين لك كل هذا يا عنتر؟ مغني، كريم زياني يلعب كرة من هناك ليمتع، هايلة محاولة، التسديدة! يسجل المنتخب الوطني الجزائري الهدف الاول، الهدف الاول للمنتخب الجزائري بقوة كبيرة، بقوة كبيرة، يصل الى مرمى الحارس، الحارس هشام الحضري، كرة قوية لا تصد ولا ترد. هو عنتر يحيى، هو امامكم مسجل الهدف عنتر يحيى بقوة كبيرة جدا كما نشاهد في هذه اللقطة، التغطية من غزال يا تمام على هذه الكرة، هذه التسديدة القوية جدا، واحد مقابل لا شيء للمنتخب الوطني الجزائري سجله. لا نادرة اسمها كرة الجزائر، تمشي كرة طويلة خطيرة جدا، التسديدة عالية وهدف، عالية وهدف، الجزائر تفتح باب التسجيل، تفتح باب التسجيل في الدقيقة 40، هدف أول الخضر، الله الله الله، في وقت الحديث عن العملة النادرة كرة الجزائر، الخضر يسجلون 1-0 لمنتخب الفنك. هدف كان مباغت، هدف كان بضربة ممتازة. شوف فرحة الجزائريين، فرحة جمهور الخضر ولا في أم درمان. يتقدم الجزائر في الدقيقة 40، هدف لصفر من عنتر يحيى. لما تريد تريد، كي تحبك تحبك، يحيى والقايم والجول، يحيى والقايم والجول، يحيى تأهلت منه نيجيريا إلى نهائيات كأس العالم. هذه الكرات العالية خطرة جدا، شوف حضراتكم عبد الظاهر في منتهى الخطورة، أهداف المباراة للمنتخب الجزائري في هذه اللقطة، أول هدف خطرة جدا، عبد الظاهر السبب، وأدي أمامنا اللاعب اللي دائما بيكمل في هذا المكان، اللاعب عنتر يحيى هو مسجل أول أهداف المباراة، يسجل عنتر يحيى هدف في هذه اللقطة، أردنا نتابعها مرة ثانية، كرة كانت لعبة الحياة من جانب المنتخب الجزائري، الكرات اللي حذرنا منها، وبيسجل منتخب الجزائر في الدقيقة 41 أول أهداف المباراة، وادي أمامنا الفرحة الجزائرية في هذه اللحظة، هدف جزائري عن طريق اللاعب عنتر يحيى، هذا التقدم الجزائري عن طريق اللاعب عنتر يحيى في الدقيقة 41، حضراتكم هنا حضر ازاي اللاعب طبعا عبد القادر الغزالي متقدم عنتر يحيى على العمق. الانتصارات الكبيرة والأداء الجيد لكرة القدم الجزائرية، هناك الكرة العالية فوق دخل منطقة الجزاء من ثاني، هدف أول، هدف أول عملها المنتخب الجزائري، نعم عملها المنتخب الجزائري وتقدم بأول أهداف اللقاء بتصويبة قوية جدا جدا جدا، قادم من الخلف للأمام مع الدقيقة 40 لتتقدم الجزائر 1-0 في الوقت الذي كان يبحث فيه المنتخب المصري عن هدف التقدم، إلا وكان للمنتخب الجزائري رد آخر ورأي آخر، فكان أول أهداف اللقاء للمنتخب الجزائري. الهدف كان هدف جميل وكان في زاوية ضيقة، كان
يعني لعب الكرة في العمق، وكان عنتر يحيى تبع الكرة من وراء وقدف بكل براعة وبكل قوة. زياني زياني، كرة ملعوبة خطيرة، منتخب جزائري خطرة، جول عنتر يحيى يسجل الهدف الأول منتخب الجزائري وسط بهتة، وأيضا ارتباك واضح لعساء وأيضا هاني سعيد، ويكون الهدف الأول في هذه الدقيقة 39 من شوط المباراة الأول عن طريق كما قلنا عنتر يحيى من جانب تسديدة في قدمه اليمنى تعانق شباك عصام الحضري. إذا فعلوها في هذه اللحظات المنتخب الجزائري، سجل عنتر يحيى، وبالطبع المباراة سنرى فيها سيناريو مغاير فيما هو قادم من دقائق ولحظات المقبلة من أحداث شوط المباراة الأول.